صراحة نفسي أنام فوق. طيب وأنا صراحة كتير جعبانة أغير نومتي وأنام تحت. بدك نبدل؟ طيب. يوم نرفع الحمامة. طبعاً حتستمتع فوق، النوم فوق بتجنن. كمان نوم تحت كتير حلوة. جوان أنا حابة أنام فوق. لا أنا ما بحب حد ينام على فراشي. بعدين عادي، شو ما أنت اللي قررت بالأول تنامي تحت. كل واحد له فراشه، ما لي دخل. بس يا جوان والله ما بصير هيك، والله إنه إلك سنة واقف هون نايمة، ما لي دخل. لا هاي واو إلك أنت مو إلي أنا. جوجو لولو بابا اشتهيت كاسة قهوة هيك أي شيء. طب بابا بابا أنا بعمل لك إسبريسو، أنا بعمل لك إسبريسو. بابا أنا بعرف أسوي لك كابتشينو كتير زاك. والله بابا بعرفكم انتم تنتين مبدعات صراحة، بس بدي يا بابا واحدة منكم ترتب لي هيك فنجان يكون مرتب. يلا أولكم يلا تنتين اعملوا لي شو بطلع معاكم خلطة تكون ممتازة. شو رأيك نعمل كابتشينو؟ جوجو لولو صراحة صار وقت هلا ايش؟ هلا صار وقت فنجان بابا القهوة المرتب اللي تعملوا لي اياه عشان انا انبسط فيه. بعد إذنكم بابا في مجال بدي واحدة تعمل لي قهوة. بيبيان شو رأيك أنت تعمليها؟ لا والله أنا امبارح اللي عملت حبيبتي، أنت روحي اعملي. بس أنا تعبانة شوي. لا والله روحي أنت حبيبتي أنا ما بابا أحب. شكرا لك، لا بدي منك ولا منها. أنتوا تنتين بابا مو حابين تكسبوا أجر. عجبك هيك يعني؟ لا طبعا. طب هو دورك على فكرة، أنا امبارح عملت. بصير اخذ بلوزتك لونها ابيض لانه عندنا نشاط في المدرسه فلازم بلوزه بيضه. اوكي يا جماعه هلا في عندك بلوزتين ممكن تاخدي اللي عليها دبدوب او البيضه او ممكن تاخدي البلوزه الثانيه اللي عليها زهري. انا اللي بدي عليها نجوم لونها زهري لانه هم طالبين زي اشياء نجوم. شكرا. عفوا ليليان. بصير اخذ بلوزتك البيضه؟ نعم. صير اخذ بلوزتك البيضة لانه بلوزتي بالغسيل. لا والله روحي اغسليها عيدك، انا شو دخلني، انا ما بحب حد يلمس ملابسي. بس انا مضطرة واتبعتي بالغسيل. لا حبيبتي اغسليها عيدك انا ما دخلني. انا اعطيكي بلوزتي. قال انت بابا مبسوطة على النتائج ان شاء الله. اخر امتحان كان رائع اليوم. الله يقويك يا بابا. جوان شو رأيك نلعب أنا وياك جيت البلاي ستيشن عشان خلصنا الامتحان نلعب يعني. طب شو رأيك أنت تبلشي؟ لا لا خلص أنت تبلشي. لا هي بس هي أنت البارح كنت خلص كمان مرة خليكي مش مشكلة. يا البنات الحلوات اللي بآثروا بعض في اللعب يا سلام. أقولكم أعطوني أنا أبلش. يلا تلعبوا معاي؟ يلا أقعدوا بابا. يعني كان تمام اليوم الامتحان. خلص هيك خلصنا الحمد لله. يلا بلشت العطلة الصيفية الله يهنيكم. جوان جبت الأمل بلادة البلاي ستيشن عشان أنا ألعب أول وأنت. طب أنت آخر مرة قبل الامتحانات قبل شهر أنت بلشتي، فدوري أبلش. لا حبيبتي أنا اللي جبت اليدة وأنا اللي اقترحت الفكرة، ما دخلت أنت بتلعبي بعدي. بس أنا هلا دوري. هسا هيك بابا لسه أنتوا بعدكم أول يوم عطلة. كنتوا تبلشوا فينا هيك طول الصيف؟ ديت تسوي مشاكل بابا طول الصيف على اللعب. لذلك بابا حتى هذه البلاي ستيشن حيكون لها وقت معين مش طول الصيف بس لعب، بيكون لكم ضوابط حتى في اللعب فيها. وحنعمل لكم جدول كل واحده قديش تلعب معها باليوم، واكيد ما بتلعبوا الا لما نشوف ايش الالعاب اللي حتلعبوها. تعال بدك اللعبه؟ يلا تعالي نلعب. تعالي شوف نلعب بالدفتر الحلو. تعال ايش هذا الدفتر الحلو؟ شو مكتوب عليه؟ واو. طب شوفي هاي الدفتر. يلا حطي. يلا مش مشي. برافو دبولة دبوحة. لا والله انا اخر مره لعبتها. شو اسوي لك؟ اللي بدك تسوي لي اياه انك انت
بدك تلعبي لحالك، خليها تلعب لحالها خلاص. يلا العبي لحالك. يا الله والله اني ما عارفه ادرس ولا احل هذا الاشي. شو انا عم تساعديني؟ اكيد. يلا ايش مش فاهمه؟ الارض هذا كيف تفهميها؟ اول شيء بالترتيب، اللب يعني اللب تحته، والستار العلوي والستار السفلي، الستار السفلي بعدين الستار العلوي والقشره الارضيه. هو 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 هذا، هذا اللي انا مش فهمته. الستار العلوي، الستار العلوي بيكون هيك، شوفي هي هون، ايوه شوفي على بيكون حاطين لك سهم. شوان ابي تساعديني، مش فاهمه شو يعني ستار علوي. والله انا معلمه افهمك، فهمي حالك لحالك. انا يا دوب افهم حالي عشان افهمك. كيف يعني؟ هلا انت كنتي تسمعيها وكنتي فهمتيها وكنتي حافظه ما شاء الله عليك. طب انا مو فاضي اسمع لك. اوكي فايش، يلا روح جيب صحن. اوكي وهي تفاحة عشان تتشاركي معنا. يلا اخواتي هذا حد يفتح لي هذا الصحن. يعني اليوم كلنا رح نتشارك مع بعض، مش كل واحد يحكي لا انا بدي هذا وانا بدي هذا، كل واحد يشارك. اكل يلا تفضلوا. انا هاي يا هي يا هي يا شو هذا؟ حفلة شيبس مسموح اكل؟ بس بابا الشيبس شو لازم يكون؟ ما نكتر ونضبط حالنا. انا عارف انه لكم انتم كم يوم مش ماكلين من هذا الشيبس، كلوا بس الاحسن يكون صحي زي اللي مع فرح. ما يرضى عليهم اللي متشاركين مع بعض الحلوين. اخواتي حبيباتي جابوا لكم من بقاله شيبسي، انا راح اختار شيبسي هذا. طبعا يا فارس انا كنت بدي اياه. خلص انا بدي هذا. طبعا انا بحب هذا. ما لي دخلتي منه واحد، انا ما دخلني. فارس شو رايكم كلنا نشارك مع بعض؟ لا حبيبتي كل واحد يدو شيبسه لحاله. طب فارس حبيبي تطعميني؟ لا ما راح اطعميكم انتوا الاثنين. هاي شوفي جابوا لك شيء صحي يا بختي. خذي. شو يا جماعة؟ بدك تصحى ولا لا؟ لا والحل؟ انا عم بطل تعمل لي شيء. ليليان قومي العبي مع فارس وفرح واتركي جمال نايم. دبوا مع بعض. يلا شاركوا انا وياكي. حرامي حرامي حبايبي انتوا والله انه حرامي.
تجين على تلفي مكتبي؟ طبعا حاضر. ها ولا وانا هلا برتب لك جوان، وين بتحبي احط لك الكتاب والاوراق؟ جوا المكتب لو سمحتي. تمام. ليال انت بتحبي الوجه الملون ولا الساده؟ الساده الساده. يلا يا شطوره تفوح نساعد بعض. يلا اسحبي. شطوره شطوره تفوح الحلوه. جوان ده في مكتبك. كان مفروض انت تكوي لي يعني ايش يعني ساعدنا بعض يعني. لا والله عرفت انك رتبت لي مكتبي يعني. هي اخر مره تطلبي مني صلاه. يا مسكين خبط راسه مسكين. شو صار؟ شو صار؟ خبط راسه. مرات الموضوع تستاهلي خطايا.